ختاما اتهم رجل بقتل زوجته لكن جثتها اختفت، وعندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على الزوج وقف محامي الدفاع يلعب ورقته الأخيرة، قال للقضاة إن الزوجة لم تقتل وستظهر عليكم الآن، فقط انظروا كيف ستدخل من باب المحكمة. التفتوا إلى الباب لكن أحدا لم يدخل. هنا قال المحامي إن التفاتكم إلى الباب يعني عدم تأكدكم من موت المرأة، فكيف تقتلون بها زوجها دون يقين؟ تداول القضاة الموقف وأصدروا حكمهم النهائي: الإعدام للزوج. والدليل من حجة المحامي نفسها، فكل من في القاعة التفت إلى باب المحكمة ينتظر دخول المرأة إلا الزوج القاتل. إلى اللقاء.